الإسلام دين معروف يحترم الديانات والمعتقدات الكل ويحترم العقائد الأخرى. الإسلام أكثر ديانة تعرض للتشويه، باهي أبسط مثال اليهودي يربي لحيته ويمارس معتقداته، لكن كيف يعملها المسلم يتسمى تطرف والراهب تغطي روحه من الراس للساق. خدمة الكنيسة كيف يعملها المسلم يولي جاهل وظالم للمرأة. كيف يدافع الإنسان على أرضه يسميه بطل، احنا اخواتنا في فلسطين مسمينهم ارهاب. تعرفش علاش؟ على خاطر الاسلام دين الحق والكتاب ماهوش محارب. تبعني تنعطيك الصحيح. ربي قال بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام، صدق الله مولى العظيم. يعني لا انا نفتي ولا انت تفتي، التشويه هذا مو منش اللي شديد العالم العائله، اي نعم عائله روتشيلد الماسونيه واللي هي اغنى عائله في العالم، هي اللي تسير في خيوط العالم، هما اللي صنعوا الاحتلال وعملوا خليني ما نقولش مجموعات إرهابية، مجموعات قتالية باش البزنس نتاعهم يدور والأسلحة تخرج ويحطوا يدهم على كل نقطة. الفاميليا هذه مش موجودة من تو، موجودة من عام 1577، أسسها إسحاق أكرمان، هي التي تقرض الدول ومسيطر على معظم بنوك العالم ومناجم يعرف حد وين يتمركز. باهي يا سيدي نمشيو في الخط، ما فما إرهاب في الإسلام؟ فسلي الحركات هذا مش نوع. البراق الشرقي، فرسان الهيكل، جيش الرب، الناس الكل بس تقول الأسامي هذه شنية. الأسامي هذه جماعات إرهابية مسيحية مشهورة وهدفها سفك الدماء. زيدك زيادة في اليهودية جماعات إرهابية، فما جماعة اسمها عصبة الدفاع عن اليهود. العصبة تورطت في برشا مؤامرات ومارست الإعدامات في أمريكا، هذا الكل ما راهوش وراو الإرهاب في الإسلام. في الأخر أنت يا مسلم افرح وارفع راسك على خاطرك مسلم وعلى خاطر دينك قوي وتشوه وما ينجموش يقواو عليه، وانت على دين الحق. الحمد لله على نعمة الاسلام، وربي حسيب كل من يستأذى بديننا وبنبينا.